أنا دكتورة أياد الحكاك، طبيبة استشارية متقاعدة. بديت أشتغل بالفن صار لي 9 سنوات حوالي. هذه شهادة appreciation، يعني تقدير، من إيراكي أستراليان يونيفرسيتي جراجويت فورم. كنت مشتركة بوحدة من الإيفنت مالتهم، نفس يعني إيراكي أستراليان يونيفرسيتي جراجويت فورم. أيضا شهادة تقديرية لاشتراكي في إحدى الإيفنت عندهم. فهاي عندي قسم للشهادات، وأني مشتركة بمعارض كثيرة، معارض شخصية. هذا المعرض الشخصي 8 إلي، 4 في سيدني و2 في الإمارات و2 في العراق، وهذا المعرض 8. أهلا وسهلا بكم، وجدا فرحانة أنا بالحضور، وشكرا جزيلا للجميع. حبيت بس أشارككم أعمالي. معظم أعمالي هي تتحدث عن العراق وتاريخ العراق وإرث العراق. مثل هذه اللوحة من الأعمال كلش أحبها، هي تمثل ترجم قصيدة الجواهري: حييت سفحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتيني. كتبت القصيدة على يعني زي السيدة، وبالخلفية هي دجلة، والسيدة حاملة آيكونز من العراق يعني مختلفة. واحدة منهم نصب التحرير، جزء من عنده، والملوية، ونصب الشهيد، وبوابة أشتار، و يعني حضرة الإمام علي عليه السلام، هاي آخر شيء. والشعر مكتوب: حييت سفحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتيني. الطرف المكتوب على العباءة بالخط المسماري هو دجلة الخير، يعني هاي الحروف هي دجلة الخير. وهنا معالم من بغداد، شناشيل، وهنا المشحوف أو يعني البلم في نهر دجلة. فهذه من الأعمال اللي جدا أحبها. Thank you.
كثير من الأعمال عندي هنا، واحدة من هاي الأعمال اللي كلش أحبها هنا، هذه السيدة هي حاملة خارطة العراق، وخلفيتها في القبب والمآذن، والترشية مالتها إذا تلاحظون هي عبارة عن النخلة العراقية، فهذه من الأعمال اللي جدا أحبها. العفو دكتورة، المشاهدين اللي يحبون يقتنون مثل هيك لوحات وهيك ومثل هذه الأعمال كيف يقتنوها؟ ممكن الاتصال، يعني أنا في سيدني مقري، ممكن الاتصال بي دايركت عن طريق التليفون، أو إذا كان طلب من أي مكان بالعالم، لأن أنا كثير يعني تجيني طلبيات من أوروبا، من أمريكا، من كندا، ممكن يعني يراسلوني على البيج أو على الواتساب أو على يعني إنستغرام، ونتواصل ويكون شحن من أستراليا إلى المكان اللي يعني يرغبون بها العمل. هذا العمل هو بيت المقدس. إذا تلاحظون أعمالي هي كلها مجسمة كأنما 3D، فبيت المقدس هنا كأنما بناء، وهذه اللوحة الثالثة لبيت المقدس. الأوردر هذا إجاني من نيوزيلندا لإمرأة فلسطينية، فإن شاء الله اليوم يعني أحد يجي يأخذ لي من أهلها لي بسيدني. وكثير من الأعمال، عدا اللوحات، في يعني أشياء للبيت، ممكن هذا تيبل لامب مكتوب عليه بداية سورة ياسين. هنا هذه اللوحة هي مستوحاة من يعني سجادة إيرانية الحقيقة اللي عندي هي بالبيت، فتقريبا الايكونز اللي بيها مستوحاة من اللوحة، ومثل ما تشوفون هي مالتي ميديا، يعني بيها كثير خامات متعددة في نفس العمل. هذه المراية هي عبارة عن يعني شكل قبة، فحبيت أسويها مثل يعني قبة، مثل قبب الكنيسة. هذه الديزاين الفوق هي نقشة، يعني من نقشات الكنائس، إذا يعني تلاحظون النقشات. ونفس الوقت خليت لها بيلرز، يعني من each side، كأنما بوابة أندلسية، يعني المتلقي تلقاها بنظرة مختلفة، أي يعني تعتمد على شنو هو بباله. فأني هاي لبالي، بس المتلقي محتمال يتلقاها بغير معنى وبغير أسلوب. هذه تعليقة حائط، هي قماشات وأحجار ومعادن مالتي ميديا. إذا تلاحظون أنه شغلك أكثره هو مالتي ميديا، يعني أنا أدخل عدة خامات في العمل، أحس أنه الخامة الوحدة تكون ناقصة فتكملها الخامات الأخرى لإبراز الجمالية. فهذه هي تعليقة مفاتيح، إذا تلاحظ هذه فبيها وظيفة، يعني فوظيفتها هي تعليقة مفاتيح، بس هي نفس الوقت يعني تجسم المعالم البغدادية من قبب ومآذن وأبواب، واللي بالتوب مالتها هو عراقي وأفتخر، يعني تجسم العمل بصورة أكثر وضوح.
هذا الحائط بأكثر أعمال عراقية. هذه اللوحة بالذات هذه تمثل كرخ ورصافة. إذا تلاحظون هنا المعالم بالكرخ ومعالم بالرصافة، وهذه السيدة هي لابسة العلم العراقي، يعني الألوان أحمر وأبيض وأسود. نانا شلشل علي الرمان. من الأعمال هم أحبها هواية، وهذا الرمان وهاي القباب والأشياء. هذه اللوحة هي زفة شناشي، شوف الأشياء البارزة يعني بيها. هذه عبارة عن عدة لوحات نفس الشيء تمثل المعالم العراقية، كل وحدة لها معنى شكل. هنا الآيكونز الملكة شبعاد، خارطة العراق الملوية، هنا النخلة، الكهرمانة. حقيقة معرض جميل وممتع وتراثي أصيل، يشمل كل التراث العراق القديم وبأشياء حديثة أيضا، وما شاء الله هي ما مقصرة وكلها ألوان وبهجة. شو شفت التراث العراقي باللوحة؟ والله هي مركزة على التراث دائما، أي شيء عادات وتقاليد وتراث الشعب العراقي كله موجود في كل اللوحات تقريبا. كل لوحة لها معنى خاص، لوحات شعرية، لوحات فنية، لوحات رموز، يعني مستعملة كل الأشياء وعلى كل الخامات مشتغلة، على الزجاج بها، على الكانفاس، على القماش، يعني حتى العبي، على المرر، يعني هذه مراية مثلا كأنها مرايات مال أندلسية، يعني فجامعة كل الأشياء اللي ممكن واحد يشوفها بالتراث العراقي.
معرض كلش حلو وجميل وجمهور كلش رائع والأشياء همينة كوش تخبل. أبرز لوحة. أبرز لوحة. هاي المعرض كلش حلو والمنتجات رائعة. طبعا المعرض معرض جميل جدا، معرض يرجعنا للعراقيتنا وبغدادياتنا وتراثنا الحلو الجميل. المقتنيات جميلة جدا ويعني وحدة أحلى من الثانية، والدكتورة أياد أبدعت باختيار الألوان واختيار مواضيع اللوحات الموجودة بالمعرض، فأني أهني الدكتورة بهذا العمل الرائع جدا، واللي إحنا كجالية عراقية نفتخر بهيجي أعمال وهيجي عروض ترجعنا وتخلينا مرتبطين ببلدنا ووطننا الحبيب. طبعا اليوم حضرنا بدعوة جميلة من إخواننا العراقيين لحضور هذا المهرجان وهذا المعرض الراقي اللي يمثل العراق وعراقيته والفلكلور العراقي الأصلي، واللي ذكرنا بأيامنا وأيام أهلنا القديمة الراقية الجميلة اللي بيها واللي متنوعة من صور ولوحات وفنيات ويدوية أعمال حرفية أيضا من أروع شيء. طبعا هذا الشيء إحنا بأستراليا، من أستراليا على طول نجدد هذا الفلكلور والتراث العراقي، طبعا برفقة الأخ والصديق الكبير والمخرج الراقي رافق العقابي. شكرا جزيلا. أنا كتير بتشرف بوجودي بهذا المعرض الحلو الكتير اللي بيحكي عن التراث وعن الحضارة العراقية، رغم أني أنا لبنانية بس تشجعت كتير أني أجي وكون موجودة وأدعم هذا الشيء بأي مجال اللي كان. الدكتورة أياد أكيد بتعز على الجميع، دكتورة متألقة عندها حس فني رائع، ذواقة للفن كمان، اللوحات واليعني إشي معبرة جدا مجسمة، صور للأطفال كتير حلو، يعني أنا عم بحتار كيف بدي أبرم كيف بدي أطلع، ما عم بعرف شو بدي أشوف شو بدي يعني أعرف، بطلع بجميع الجهات عم صور كل شيء، يعني أخذني الحس الفني للرفاهية يعني أكثر ما أنه هو يعني لوحات معروضة، يعني في حس طابع فني رائع، خاصة أنه بتحدث عن الحضارة العراقية وخاصة كمان أنه نحن ببلد أجنبي أسترالي، اندماج الحضارة العراقية أو العربية بالمجتمع الأسترالي شيء أكثر من رائع. أنا بتشكر دكتورة على هالدعوة الحلوة وبتشكرها كمان على هالحس الفني اللي قدمته للمجتمع وللناس وللمغتربين العرب ببلد أجنبي. شكرا. اليوم احنا جايين على معرض شخصي متنوع المستويات ومتنوع المستويات الجمالية لزميلتنا الدكتورة اياد الحكاك. للي ما يعرف الدكتورة اياد الحكاك هي اخصائية بمجال التخدير لسنوات طويلة، بس اليوم شفنا الوجه الاخر لمهارتها ولابداعها من خلال جمال اللوحة وجمال الخط وجمال العمل اليدوي اللي يلتقي به التراث بالحداثة بالتقاليد العراقية وبخصوصية الحرف العربي. المعرض الإبداع ممتاز، حلو، جميل، ينقل الواقع العراقي في استراليا. احنا نفرح من نشوف كل شيء معرض متميز. بالاول احب اشكر دكتور اياد الحكاك ودكتور باسل لدعوتهم الكريمه، الحقيقه اجواء كلش حلوه ومميزه خاصه هنا باستراليا، يعني نادرا ما نلقى شغلات تراثيه عراقيه، والحلو انه الدكتوره يعني عندها ذوق كلش حلو ومزجه الطب بالرسم وبالفن، ودا نتونس اليوم انا همين جبت العائله وياي متمتعين جدا متمتعين، وان شاء الله نتمنى لها النجاح والموفقيه. اليوم حضرنا معرض دكتوره اياد، يعني كالعاده هي فنانه عراقيه طبيبه مبدعه نفتخر بها بالخارج، وطبعا انا بيتي هوايه عندي من مقتنياتها، وهذه العبايه همينه من الفن مالتها، ودائما يعني
منو ما يشوفها يفتخر انه يقول اكو فنانة عراقية بهيك مستوى حلو، نتشرف بيها وكلنا فخورين بيها، وان شاء الله من ابداع الابداع، وان شاء الله من نجاح النجاح، ومن تألق التألق ان شاء الله. حضرنا هنا بدعوة من دكتورة اياد لنشوف الفن مالتها التراثي والابداع، وعاشت ايدها على كل شيء، وان شاء الله دائما هي انتاجها بالتقدم والازدهار. والله يعني فتشي بديع، ونشكر جهود الدكتورة اياد الحكاك وهذا التجمع الحلو العراقي، وان شاء الله يدومها. اي لمحة عندك؟ أنا والله كلهم أحبهم، وعندي هواية من عدها، يعني من كل شغلاتها أحبها، وأحب أن الشغلات اللي تتعلق الماتيريال يعني والشغل عليه كلش حلو. What I like about these designs that she makes is that she uses some material on the painting and it makes it look very realistic, as in you can touch it in real life. It's very interesting, amazing, and excellent to hang up. Which one interesting? I do like this one. And why? Because it has two Iraqi people, one a man and one a woman, and it looks like they're visiting somewhere, and that place has a lot of decoration, and yeah, that's one of them I like. I also like that one over there, as it looks like the lady has real hair, like it's coming out of the painting. You can just touch it and it could feel like it's reality. So yeah. We're at the gathering today and I'm very proud of my grandma. This is my favorite artwork she has. I like all the colors and the layers, and she used styrofoam to make the tower. دكتورة اياد دائما تبهرني بالانتاجها الجديد. دائما تبهرني انه هي تروح الى مناطق اعلى مختلفة، تصعد لاير اكثر. أفكارها لا تنضبط، ودائما هي تتماشى مع الذوق العراقي والتراث العراقي، خلينا نقول العمق التراثي اللي احنا نستمتع به. هذا معرض كلش حلو، الشغلات هنا amazing وحلوات. طبعا احنا كلش سعداء بوجودنا اليوم بمعرض دكتورة اياد اللي هي غنية عن التعريف. اشغالها واعمالها فنية بشكل يعني كلها ذوق، وكلها تمتاز باحياء التراث العراقي. احنا كلش سعيدين ونتشرف بوجودنا هنا. والله المعرض جميل جدا، ودكتورة اياد تعبانة بيه كلش هواية، واللوحات حلوة وكل شيء جميل وحلو، والحضور والجالية، وإن شاء الله دائما بالتوفيق والنجاح. أتمنى لها كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. مرحبا، أنا اسمي أغنار نيازي، فنانة، واليوم أحضر المهرجان الفني للدكتورة اياد. شيء رائع بالحقيقة، اليوم نحضر مهرجان فني واجتماعي، التقيت بكل الشخصيات والنساء، من فنانات، من معارف، من هو لحمة للقاء، يعني فشيء جميل 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 جدا. الفن يجمعنا، والعراقي ينجمع في كرة أرضية مصغرة. شكرا جزيلا، شكرا للدكتورة اياد لهذا المهرجان الرائع، شكرا، بالتوفيق. احنا كلش حبينا المعرض هنا. نحتاج احنا دائما هيك اجتماع بيناتنا كعراقيين، والدكتورة اياد يعني الفن كلش يطي للقلب وتراثي، وترجعنا الى ايام زمان، وكلش نتمنى انه احنا دائما نسوي هاي الاجتماعات يعني، والله يوفقها ان شاء الله ويوفق الجميع. مرحبا، اني تانيا
جينا المعرض دكتورة أياد، عاشت إيدها كل شيء مسويته كله حلو وكلش متميز، كلش فرحانة بالوجوه من مختلف المناطق بالعراق، فشي كلش يرفع الراس، وشكرا للكل، فشي كلش حلو مبين كله يعني من الأعماق. Thank you. طبعا المعرض يجنن، كلش حلو، أهم شيء اللي يميزه هي الطيبة العراقية والألوان الحلوة من الوادي الرافدين، ويعني الناس الموجودين كلش حلوين، الدكتورة أياد الحكاك يعني طيبتها وكرمها سابقها، فكل واحد يحب يكون موجود هنا، وهي دائما تسوي هيك معارض حلوة ببيتها وتلم الجالية باستراليا بسدني، فيعني فد تظاهرة فنية رائعة بالأحرى. شكرا. يومي ليوم الماضي
Thank you.
Thank you.
تسمى فينيسيا الشرق وأبرز معالمها. مبروك. شنو معالم البصرة؟ شنو هي؟ نسب شاكر بدل السيار النخيل ساحة سعد شجرة آدم في القرنة شاعر بيت الشاعر بدل شاكر السيار في جيكوب شارع الوطني منو قاعد على الوطني خمس جسور انشئت على نهر دجلة ببغداد في العهد الملكي شهداء جمهورية أين تقع كل من المقاهي الآتية؟ يا سلام أعرفك يا رحمة المقهى البرازيلية شارع رجين من الروادة؟ شعراء وكباء سياسيين ثلاث مقاهي المقهى البيروتي البيروتي على نهر دجلة على رأس نهر دجلة زين والآخر معروف مقهى شابندر هذا شابندر نصر مدنة اذكر ثلاث مواقع تاريخية أو طبيعية مدرجة على لائحة التراث العالمي. طبعا ما هو اسم المدينة التي تلقب بمدينة النواعير في أي محافظة؟ دكتور لا أنا بس